شهيم رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة فاس مكناس ونائبة برلمانية عن جهة فاس مكناس بحزب التجمع الوطني للأحرار وعضو المكتب السياسي. اليوم قمنا باحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة بشراكة مع جامعة فاس، وهذا اليوم احتفالي قمنا به بتكريم بعض من النساء اللواتي قدمنا الكثير واللواتي سيقدمن، مادام ان اختارينا قيدومات واختارينا نساء يلاه بداو المشوار ديالهم. الحمد لله حنايا عارفين بلي هذا اليوم العالمي لحقوق النساء هو واحد ذكرى باش نتفكروا اننا باقي خاصنا نناضلوا وباقي خاصنا نترفعوا من اجل تحقيق مبتغى النساء من حيث المساواه. ايضا المناصفه وعدم التمييز وتكافؤ الفرص بالخصوص. احنا قمنا في الفيدراليه الوطنيه للمراه التجمعيه بالعديد من الجولات في 12 جهه وتوجات بالقمه اللي قامت بها الفيدراليه في مراكش، داكشي علاش اختارينا العنوان من مراكش الى فاس تمكين المراه رافعه للتنميه باش نمشيو في المسار ديال التنميه اللي هو شعار الحزب ديالنا. تنشكر الحضور اليوم اللي كان معنا، كنشكر الاخوان والاخوات من الاحزاب السياسيه اللي شرفونا بالقدوم ديالهم. ايضا كنشكر السيد المنسق الجهوي، السيده المنسقين لفاس الجنوبيه ولفاس الشماليه، السيد رئيس الجماعه والاخوات من التنسيقيه الاقليميه للمراه التجمعيه بفاس اللي ساهرنا على انجاح هذا اللقاء. شكرا لكم لمواكبتنا في هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخطاب، عضوة منظمة المرأة التجمعية بجهة فاس مكناس. حنايا اليوم كنتواجدوا بالقاعة الكبرى لجامعة فاس في اليوم العالمي للمرأة في حفل تكريمي اللي كانوا حاضرين معنا مكرمات في جميع المجالات، منهم النساء اللي قدموا واللي عطاوا الكثير لهذا الوطن ديالهم، نساء مكافحات، نساء اللي حققوا لنا الكثير والكثير. احنا الحمد لله دائما بالفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية اللي قمنا ب 12 لقاء جهوي اللي كان في ربوع المملكة المغربية. اليوم كنختتموه ايضا بعد مراكش بشعار من مراكش الى فاس، التمكين رافعه للتنميه. اذا حنا كنشوفوا اننا اليوم حنايا بغينا نكونوا نتحدوا اننا المراه تولي تكمل في المسار ديالها وتاخذ المناصب اللي كان الرجال كيحتكروها، ولكن اليوم حتى النساء كيدخلوها وبدعوا فيها وحققوا فيها الكثير والكثير. ودائما تحيه للمراه المغربيه، للمراه الفاسيه خاصه والمراه القرويه ما نساوهاش، اللي حتى هي ايضا كتعطي الكثير والكثير، واللي الحمد لله اليوم ولينا كنشوفوهم منتخبات ولينا كنشوفوهم في مراكز قرار. اذا كنشكروا الفيدرالية الوطنية للمراه التجمعيه، منظمه المراه التجمعيه على هذا اللقاء هذا بتنسيقيه فاس برئاسه الاخت زينه شاهين. وشكرا. معكم فاطمه الطيب، سائقه اسعاف بجهه فاس مكناس. بمناسبه اليوم العالمي للمراه كنبغي نهني جميع السيدات المغربيات خصوصا المكافحات والمناضلات، كنتمنى لهم مزيد من العطاء وكنتمنى لهم الصحه والسلامه والسعاده ان شاء الله في حياتهم. كنبغي نشكر منظمه المراه التجمعيه على وديت هذا التكريم اللي دارت لينا وعلى وديت هذه الانتفاته اللي دارت للنساء ديال جهات فاس مكناس، وشكرا لهم بزاف وعيد سعيد للمراه المغربيه والعالميه. الصراحه لي الشرف باش نكون حاضره في هذا التكريم، خصوصا ان كنشوف يعني بنادم كيفاش بواحد النظره كيشوفوا بيا بواحد النظره لي الفخر، والله فخوره جدا انني تكرمت هذا التكريم هذا. وقال خاص خاصة مزيدا من تأمره.
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.